الميراث في الشريعة الإسلامية دراسة شاملة، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد. قلنا في دراستنا عن الإسلام والمرأة إن الإسلام فرض للمرأة نصيبا من الميراث، وكانت المرأة محرومة من الميراث في أكثر الحضارات أو في كلها. وعند اليهود لم يكن للمرأة نصيب من الميراث إلا إذا لم يكن هناك ذكر وارث، ويكون حينئذ لها هذا النصيب بشرط أن تتزوج من رجل من سبطها، فكأن المرأة وسيلة لنقل الثراء للرجل، وكأن هذا النصيب ليس ملكا خالصا لها. لهذا ارتبط ميراث المرأة بالإسلام، ومن هنا اتجهت الدراسة ومن هنا اتجهت لدراسة المواريث في الإسلام ضمن دراستنا عن الإسلام والمرأة، تبيانا لهذا الحق من جانب، وشرحا لقضية المواريث بوجه عام من جانب آخر. سهولة الميراث في الإسلام. ونظام الميراث في الإسلام سهل إلى حد كبير، وقد ثبت كله بالقرآن الكريم تقريبا، وهناك نقاط قليلة جدا ثبتت بالسنة الشريفة أو بالاجتهاد، وكلها تدور في نطاق القرآن كميراث الجدتين. ويلاحظ اليسر والسهولة في الآيات القرآنية الخاصة بالميراث حتى يستطيع العالم وغير العالم أن يفهمها ويأخذ الأحكام منها، فالإعجاز فيها بالشمول والإحاطة أبرز من الإعجاز بالبيان والأسلوب. وسأسير في دراستي عن الميراث في الإسلام بأقصى ما أستطيع من اليسر والسهولة، ليكون استيعابه وفهمه إن شاء الله سهلا ميسورا لكل من يقرأ هذه المكتبة الإسلامية، رجاء أن ننشئ جيلا يعرف الكثير عن الفكر الإسلامي ويستطيع أن يتدبر بنفسه أمر الميراث وغيره من أمور الدين. ونحن بذلك نحاول أن نحقق غاية مهمة هي إذاعة الفكر الإسلامي ونشره بين أكثر المسلمين أو كلهم، فليس في الإسلام طبقة كهنة يلجأ إليها الناس في كل شؤون الدين، فكما تصلي وحدك ينبغي أن تعرف بنفسك أكثر شؤون الدين أو كل شؤون الدين، وهذا الهدف أرجو الله أن يحققه لخدمة الإسلام والمسلمين. دراسة شاملة. وسأجعل هذه الدراسة شاملة لكل ما يرتبط بالميراث من قضايا، فستشمل دراسات عن الوصية الواجبة والعمرية والحجرية وميراث الجد مع الإخوة والعول والرد وميراث الحمل والمفقود، حتى يكون في هذا الكتاب الصغير ما يغني عن الرجوع لأي مصدر آخر في هذا الموضوع. وسيلاحظ القارئ أنني وضعت نماذج قليلة لمسائل ميراث، كانت هذه النماذج في المسألة المشتركة وفي العول والرد كما سيراها القارئ في مكانها بهذا الكتاب، ولم أهتم باقتراح مسائل أخرى فرضية أي غير واقعية على الرغم من سهولة ذلك، ووجهت الاهتمام لإيضاح الفكرة. وعندما تجيء قضية ميراث فعلا فليس على القارئ إلا أن يستعرض أقارب المتوفى ليقرر من منهم يستحق الميراث ثم يحدد نصيبه. فإذا كان هناك بنت وبنت ابن وأخ وجد، فسيجد القارئ من مراجعة هذا الكتاب موضع كل من هؤلاء الأقارب ويحدد إن كان وارثا أو محجوبا، وسيعرف مقدار استحقاقه إن كان وارثا. وهكذا وضعت هذا الكتاب لأواجه به الواقع ولأنقل المعرفة لقطاع كبير من الناس، وبالله التوفيق. أدلة الميراث من القرآن الكريم. ميراث الأولاد. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ميراث الأبوين. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد
وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ميراث الزوجين. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ميراث الإخوة والأخوات. قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ميراث الإخوة الأم. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ميراث ذوي الأرحام. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. تكملة أدلة الميراث من السنة الشريفة. ميراث العصبات. قال عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ميراث الجدات. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، لا ميراث عند اختلاف الدين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا ميراث لقاتل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث. ميراث الولاء. قال عليه السلام: إنما الولاء لمن أعتق. قضايا تمهيدية. أولا: التوريث إجباري للمورث والوارث. التوريث في الإسلام إجباري بالنسبة للمورث وبالنسبة للوارث، فالإنسان يملك التصرف في ماله في حياته، ولكنه لا يملك التصرف في المال بعد وفاته إلا في حدود الثلث بشرطه الذي سنذكره بعد قليل. فله أن يوصي في حدود الثلث، ويتحتم أن يترك الباقي للورثة الذين حددهم الله سبحانه وتعالى، فليس له أن يأمر في الثلثين بشيء يجري بعد وفاته. مرة أخرى: له أن يعطي عطاء عاجلا في حياته كما يشاء في حدود العدالة والظروف التي تبيح ذلك، كالصدقة وكالعطاء لابن كثير الأولاد أو به عجز، ولكن ليس له أن يأمر بأن يتم ذلك بعد وفاته، فبعد الوفاة لا سلطان لهذا الذي كان مالكا على المال إلا في حدود الثلث، وعلى أن يكون ذلك لغير وارث. وكما أن المورث لا سلطان له، فالوارث لا سلطان له كذلك، أي ليس له أن يرفض الميراث. صحيح أن من الممكن أن يتنازل عن نصيبه كما يتنازل عن أي ملك له، ولكن ليس له أن يرفض هذا النصيب، فعقب موت الإنسان يصبح التصرف في المال من حق الشارع وخاضعا للقوانين الإسلامية. وبهذا ينتقل المال إلى الورثة انتقالا طبيعيا أو باللفظ الشائع أوتوماتيكيا. ثانيا: ملاحظة درجة القرابة. توزيع التركة في الإسلام يتبع درجة القرابة، أو هو امتداد لحياة الإنسان الطبيعية، فإذا لاحظنا أي إنسان وهو حي نجده يعطي اهتمامه الأكبر لأولاده، ويكون الاهتمام بالذكور أكثر بسبب كثرة مسؤولياتهم، ومع الاهتمام بالأولاد يكون الاهتمام بالزوجة التي تشارك الزوج في كل ظروفه، ويجيء الأبوان عقب ذلك تقديرا لجهدهما ولوصية القرآن الكريم بهما،
ولكن لهما قدر غير كبير إذا كان هناك أولاد فلهما الثلث، فالوالدان بحكم السن إلى زوال، وحاجتهما أقل من حاجة الأولاد الذين يمرون بفترة تربية وتنشئة. وهكذا نلاحظ أن التصرف الإسلامي في التركة يعد امتدادا لحياة الإنسان. ثم إن الإسلام يسوي بين الصغار والكبار من الأولاد، وذلك من مفاخر الإسلام، فقد كان الصغار يهملون أو يظلمون في كل الحضارات التي سبقت الإسلام. ثالثا، التفتيت وليس التجميع. الميراث في الإسلام بوجه عام يتمشى مع الفكر الإسلامي تجاه المال، ذلك الفكر الذي يتجه لمحاربة تجميع الثروات في أيد قليلة. قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالإسلام يتجه لتفتيت الثروة، وعلى الوارث المجتهد أن يكدح من جديد، وأن يجعل نصيبه نواة لثروة كبيرة إن كان يطمع في ذلك. رابعا، ملاحظة الجماعة والأسرة. قلنا آنفا إن الإنسان له الحق في أن يوصي في حدود الثلث لمن يشاء من غير الورثة، أو لما يشاء من مشروعات اجتماعية تداركا لتقصير قد يكون وقع فيه، أو مساهمة في خير خاص لقريب لا يرث، أو خير عام يفيد مصالح الجماعة التي يعيش فيها. أما الثلثان فيؤولان للورثة، وفلسفة الإسلام في ذلك ترمي إلى ربط الإنسان بمجتمعه وبأسرته، فهو فرد في مجتمع وهو فرد في أسرة. خامسا، الحقوق المتعلقة بالتركة. هناك حقوق ثلاثة ترتبط بالتركة وتسبق الإرث، وهي مرتبة في الأحقية كالآتي: ألف، تجهيز الميت من غسل وتكفين وحمل ودفن، ويكون التكفين بقدر الكفاية من مستوى ما كان يلبسه في حياته أو ما كان يتزين به في الأعياد والمناسبات، وذلك أول شيء يخرج من التركة. ب، تسديد الديون التي كانت في ذمته للناس، وهذه الديون العينية أو الشخصية تأتي في المرحلة الثانية بعد التجهيز، ويدخل في ذلك صداق زوجته وثمن ما اشتراه وتسلمه دون أن يسدد ثمنه، وسداد قرض وأجرة أجير. وفي التشديد على قضاء ديون الميت يقول صلوات الله وسلامه عليه: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ويقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن الأطول: قد مات أخوه وهو مدين، إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. وعند الإمام الشافعي تدخل حقوق الله ضمن الديون، وذلك كالزكاة التي لم يدفعها، والنذور والكفارات، وفدية الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، وذلك الرأي هو ما نميل إليه. جيم، بعد تسديد الديون تنفذ الوصية بشروطها، والوصية تمليك شيء بعد الموت من غير مقابل، سواء كان الموصى به عينا أو منفعة، كالوصية للفقراء والأقارب والمشروعات الخيرية. ويدخل في الوصية حقوق الله عند الحنفية، فعلى الميت أن يوصي بسداد حقوق الله كالزكاة والكفارات التي قصر في دفعها، والإمام الشافعي يجعلها كما رأينا من الديون، وأما الأحناف فيضعونها ضمن الوصية إذا أوصى بسدادها، وحينئذ تخرج من الثلث، فإذا لم يوصي كان عليه الإثم ولا تخرج من التركة في رأي الحنفية. وتكون الوصية في حدود الثلث، وهي وسيلة من وسائل الخير في الآخرة، تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقد تحدثت حديثا طويلا عن الوصية في كتاب الحياة الاجتماعية في الفكر الإسلامي، وأوردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الوصية بقوله: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقال: المحروم من حرم وصيته. وقال: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. سادسا: أسباب الميراث. أسباب الميراث ثلاثة، هي أولا الزوجية، الزوج والزوجة. ثانيا القرابة، وهي تتسع فتشمل الأصول والفروع والحواشي. ثالثا الولاء، وهو قرابة نشأت بين المعتق وعتيقه بسبب العتق، فمالك العبد إذا اعتقه كان له فضل عليه، لأنه جعله ذا قوة وأهلية كاملة للولاية والتصرف والملك، ومن هنا كان له فضل عليه لإخراجه من العبودية للحرية ومن عدم الملك إلى الملك، ولذلك يرثه إذا لم يكن للمعتق وارث. وفضل المعتق على المعتق هو الذي جعل المعتق يكسب ما يسمى العصوبة السببية، ولهذا يرث المعتق عتيقه ولا يرث العتيق سيده. وقد اختفى الرق في مصر منذ أمد بعيد، فلم يعد في مصر معتق وعتيق، ولكني ذكرت ذلك هنا إذ لا يزال في بعض البلاد ولاء عتق، وبالتالي عصبية سببية تستحق الميراث إذا لم يكن هناك وارث، أو كان هناك أصحاب فروض وبقي جزء من التركة بعد فروضهم، ولا يوجد للمعتق عصبية بطريق النسب تأخذ هذا الباقي. سابعا شروط استحقاق الإرث. هناك شرطان مهمان لازمان لاستحقاق الإرث، هما: أولا موت المورث حقيقة أو موته حكما بصدور قرار من المحكمة المختصة باعتباره ميتا إذا كان مفقودا أو غائبا، ويستحق الميراث من تاريخ الموت الحقيقي أو تاريخ صدور الحكم باعتباره ميتا، وسنتحدث عن المفقود فيما بعد. ثانيا تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكما، فلو كان الوارث غير محقق الوجود وقت وفاة المورث حقيقة أو حكما فلا يرث، وسنشرح ذلك عند الحديث عن الحمل والمفقود. ثامنا موانع الإرث. موانع الإرث أربعة، هي: أولا الرق، فالرقيق لا يرث أباه أو أخاه لأنه غير أهل للتملك، فلو ورث شيئا لانتقل لسيده، والرقيق لا يرث لأنه لا يملك ما يرث عنه. ثانيا القتل، فإذا قتل الوارث مورثه منع من الميراث، وفي ذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ليس لقاتل ميراث، ولأن توريث القاتل يؤدي إلى الفساد بأن يقتل شخص مورثه ليتعجل الحصول على المال. والقتل المانع للميراث هو ما وقع عمدا من مكلف بغير حق أو عذر شرعي، فإذا لم يكن القتل عمدا بأن كان ضربا أفضى إلى الموت مثلا فلا يمنع من الميراث، والقتل العمد يمنع من الميراث سواء كان القاتل مستقلا أو شريكا، وسواء أكان القتل مباشرة أو بطريق التسبب كالتحريض على القتل أو إعطاء آلة جرى بها القتل. ويلاحظ أن الأعمال التي تدخل تحت حكم الاشتراك في القتل هي الأعمال التي ترتبط بالفعل أو تمهد له، أما الأعمال اللاحقة للقتل فلا تكون جزءا من الاشتراك، فإذا دافع مثلا عن القاتل فإنه لا يحرم من الميراث. ومن القتل بالتسبب أيضا أن يحفر الشخص حفرة لمورثه
أو يضع له حجرا يصطدم به فيموت المورث بسبب ذلك، كما يعد قاتلا بالتسبب واضع السم وشاهد الزور الذي بني على شهادته حكم الإعدام. أما القتل خطأ فلا يمنع من الميراث، ويشترط في القتل المانع من الميراث أن يكون من عاقل بالغ، أما المجنون وغير العاقل وغير البالغ فلا يحرمان من الميراث بسبب القتل. والقتل بحق لا يمنع الميراث، كأن يكون القتل بأمر الحاكم أو القاضي قصاصا أو حدا، أو أن يكون دفاعا عن النفس أو المال. والقتل بعذر شرعي لا يحرم القاتل من الميراث، كأن يقتل الزوج زوجته إذا فاجأها في حال زنا مع رجل آخر. ثالثا، اختلاف الدين. واختلاف الدين يمنع التوارث، فقد جاء في الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فالزوج المسلم لا يرث زوجته غير المسلمة عند الجمهور، ولا ترثه إجماعا. وأما غير المسلمين فيتوارثون فيما بينهم، وإن اختلفت مللهم ومذاهبهم لاعتبارهم جميعا ملة واحدة في مقابل دين الإسلام، وذلك ما أخذ به قانون المواريث في مصر. وإن كان المالكية يرون كل دين ملة قائمة بنفسها، ويقولون بعدم التوارث بين أتباع الديانات المختلفة. والمرتد عن الإسلام لا يرث غيره أبدا، سواء كان هذا الغير مسلما أو غير مسلم. أما إذا مات المرتد فإن ورثته يرثونه عند أبي حنيفة، لأن ردته غير معترف بها. والمحجوب من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة، فإذا كان الابن مرتدا أو قاتلا فإن أبناءه يرثون. رابعا، اختلاف الدار. إلى أي مدى يعتبر اختلاف الدار مانعا من الإرث؟ يتجه الفكر الإسلامي إلى اعتبار الأقطار الإسلامية دارا واحدة، فيتم التوارث وإن اختلفت الحكومات. وذهب بعض الأئمة إلى أن اختلاف الدار لا يمنع التوارث أصلا، بشرط الاتفاق على ذلك بين الحكومات، بحيث يباح للإنجليزي أن يرث قريبه في مصر إذا كانت قوانين إنجلترا تبيح أن يرث المصري قريبه في إنجلترا، وذلك مأخوذ به ما أخذ به القانون. تاسعا، الإقرار بالنسب. إذا أقر شخص بأن هذا الولد ابنه، وكان أهلا للإقرار شرعا، وكان الولد مجهول النسب وهما في السن بحيث يولد مثله لمثله، ولم يرجع المقر عن إقراره، فإن ذلك يثبت نسب الولد منه ويجعله مشاركا لأولاده في الميراث. أما إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه فإن ذلك لا يثبت إلا بالنسبة له هو فقط، لأنه حمل نسبه على غيره وهو الأب، فكأنه يقر بأن هذا الولد ابن أبيه، وذلك شأن الأب أن يقر به أو لا يقر. أما الأخ الذي أقر بذلك فيصح إقراره في حق نفسه في حياته، فتلزمه مثلا أحكام النفقة والحضانة وجدت. وإذا مات مصرا على إقراره فإن المقر له لا يرث المقر إلا إذا كان هذا المقر لا وارث له، لأن ثبوت نسبه يحتاج لإقرار الأب وليس الأخ. أما إذا لم يكن له وارث أصلا ولا من ذوي الأرحام فإن المقر له يرثه. تقسيم التركة بين الورثة. وبعد هذه الدراسات التمهيدية المهمة نتجه للتركة لتقسيمها، وفي هذا المجال نعود لكتاب كنا نحفظه في مطلع حياتنا الدراسية عن ظهر قلب، وهو كتاب غاية الاختصار الذي ألفه العلامة أبو شجاع، ففيه إيجاز ودقة. وبعد أن نرد ما ذكره عن الميراث ونعلق عليه نتجه لحديث أوسع عن المواريث في الإسلام، ملاحظين القانون المعمول به الآن، وهو القانون رقم 77 لسنة 1943. الوارثون من الرجال. يقول أبو شجاع: والوارثون من الرجال أي الذين يمكن أن يرثوا عشرة، هم الابن وابن الابن وإن نزل،
والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى والمعتق. وقوله الأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. وقوله ابن الأخ يشمل ابن الأخ القريب أي المباشر، وابن الأخ البعيد أي ابن الأخ، سواء كان الأخ شقيقا أو لأب. وقوله العم يشمل العم المباشر أي أخ الأب، كما يشمل عم الأب وإن بعد، ويشمل كذلك العم الشقيق أو العم لأب. وقوله ابن العم يشمل كذلك ابن العم وإن بعد أي ابن ابن العم. وإذا اجتمع هؤلاء الرجال لا يرث منهم إلا الابن والأب والزوج. الوارثات من النساء، يقول أبو شجاع والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل، والأم والجدة، والأخت مطلقة، والزوجة، والمولاة معتقة. وإذا اجتمع هؤلاء النسوة جميعا وحدهم لم يرث منهن إلا الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين. وسنتحدث عن الحجب فيما بعد. ومن لا يحجب بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، فهؤلاء لا يحجبهم أحد لعدم الواسطة بينهم وبين المورث. ترتيب العصبة: وأقرب العصبة الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم الجد الصحيح، ثم الجد الصحيح مهما علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. فإذا انعدمت العصبات فالمولى المعتق، وعندما يوجد العصبة القريب يصبح البعيد ليس عصبة، فينتقل للفرض أحيانا كالأب مع الابن، أو يحجب نهائيا ولا يكون له أي نصيب كابن الابن مع وجود الابن، وكالجد مع الأب. الفروض: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وإليك بيان المستحقين لكل فرض من هذه الفروض. النصف فرض لخمسة: البنت إذا انفردت، وبنت الابن إذا انفردت عند عدم البنت، والأخت لأبوين أو لأب، والزوج مع ملاحظة الحجب الذي سيجيء الحديث عنه بعد قليل. والذين يستحقون الربع اثنان: الزوج مع الفرع الوارث، والزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث، والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث، والثلثان فرض لأربعة للبنتين أو أكثر عند عدم وجود معصب لهما، لبنتي الابن أو أكثر عند عدم وجود البنتين وعدم وجود المعصب، للأختين الشقيقتين أو أكثر عند عدم وجود بنات الصلب، للأختين من الأب أو أكثر عند عدم وجود أخت شقيقة أو أكثر وعند عدم وجود بنات الصلب. والثلث فرض الاثنين: الأم إذا لم يكن للمورث ولد ولا ولد ولا اثنان من الإخوة والأخوات، وهو كذلك فرض للاثنين، فأكثر من الإخوة والأخوات لأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء. والسدس فرض لسبعة: للأم مع الولد أو ولد الابن أو مع الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وللجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب، وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الفرع الوارث المذكر الابن أو ابن الابن، وفرض الجد مع الفرع الوارث المذكر أيضا عند عدم الأب، وللواحد من ولد الأم. العمريتان: للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة في صورتين: إحداهما إذا كان هناك زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو السدس، والباقي للأب وهو الثلث تعصيبة. والصورة الثانية إذا وجد زوجة وأبوان للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو الربع، والباقي للأب وهو النصف تعصيبا أيضا. وهاتان الصورتان سميت العمريتين لقضاء عمر بذلك. وعن هاتين المسألتين يقول صاحب الرحبية: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. ولو كان مكان الأب جد صحيح في هاتين المسألتين أخذت الأم ثلث جميع التركة. الحجب: حجب الحرمان وحجب النقصان. حجب الحرمان يحدث فيما يلي:
تسقط الجدات بالأم، ويسقط ولد الأم بواحد من أربعة بالولد وولد الابن والأب والجد، لأن الله جعل إرثه في حال الكلالة، أي في حال عدم الأصول والفروع الذكور والإناث، ويسقط الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بالابن وابن الابن والأب، ويسقط الأخ لأب بواحد من أربعة بالابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق. وهذا الحجب يسمى حجب حرمان، أي لا يصبح لهؤلاء أي نصيب من التركة، حجب النقصان. وحجب النقصان هو تحول نصيب صاحب الفرض إلى نصيب أقل، كالزوج الذي يتحول نصيبه من النصف إلى الربع عند وجود الولد، وكحالات أخرى كثيرة وضحناها في أمكنتها. الأنثى تصبح عصبة. أربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب. ويلاحظ أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من أخواته وبنات أعمامه، كما يعصب من فوقه من عماته إذا لم يكن لهن فرض، أما إذا كان لهن فرض فلا يحتجن لتعصيب. كما تصبح الأخت أو الأخوات عصبة مع وجود بنات ورثن بالفرض، كأن يموت إنسان عن بنت أو بنتين فأكثر، أو عن بنت ابن أو بنات ابن ومعهن أخت أو أخوات، فإن للبنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثان. وتصبح الأخت أو الأخوات عصبة مع الغير، فيرثن الباقي بعد الفروض. وفي ذلك يقول صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، رجال يرثون دون أخواتهم. هناك أربعة من الرجال يرثون دون أخواتهم الإناث، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعتق الوارثون وأنصباؤهم. جعل أبو شجاع مقادير الفروض كما رأينا أساسا لدراسته عن توزيع التركة، فحدد من يستحقون النصف ومن يستحقون الربع وهكذا. ونريد للمزيد من الإفادة أن نذكر أصحاب الفروض ومقدار فروضهم. أما العصبة فإنهم يأخذون الباقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض. الزوج والزوجة: الزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة أولاد من الذكور أو الإناث منه أو من غيره، وله الربع إذا كان لها أولاد. الزوجة أو الزوجات: للزوجة أو الزوجات الربع إذا لم يكن للرجل أولاد منهن أو من غيرهن، والثمن إذا كان له أولاد، وهذا القدر يقسم بين الزوجات بالتساوي. والفرع غير الوارث بالفرض أو التعصيب كبنت بنت البنت لا تنقل الزوج أو الزوجة إلى الفرض الأقل. ويشترط للإرث بسبب الزوجية أن يكون عقد الزواج صحيحا شرعا، سواء كان معه دخول أو خلوة أم لا. كما يشترط أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكمة. فإذا توفي الزوج والزوجة في عدتها من طلاق الرجعي، أو توفيت وهي في عدتها منه، فالميراث قائم، لأن الزوجية حينئذ قائمة حكمة. وإذا توفي الزوج والزوجة في العدة من طلاق بائن وقع منه وهو في مرض موته بغير طلبها أو رضاها، وهو مسمى بطلاق الفار أي الهارب من التوريث، فإنها ترثه أيضا. ميراث الأب: للأب في الإرث من ولده المتوفى ثلاث حالات، هي: أولا يرث السدس إذا كان لولده المتوفى فرع وارث مذكر كالابن وابن الابن وإن نزل. ثانيا يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد سهام ذوي الفروض إذا كان لولده المتوفى فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت البنت وبنت الابن وإن نزل. ثالثا يرث بالتعصيب إذا لم يكن لولده المتوفى فرع وارث على الإطلاق. ميراث الأم: للأم ثلاثة أحوال، هي: أولا السدس فرضا إذا كان للابن المتوفى فرع وارث، أو كان معها اثنان فأكثر من إخوة الميت أو أخواته أشقاء، أو لأب أو لأم. ثانيا ثلث التركة فرضا عند عدم من ذكروا، أما إذا كان معها فرع غير وارث كبنت البنت فإن هذا النوع لا يحجبها عن الثلث إلى السدس. ثالثا ثلث الباقي من التركة بعد الفرض المحدد لأحد الزوجين في المسألتين اللتين ذكرناهما من قبل، وهما العمريتان.
ميراث البنت. البنت من الصلب لها ثلاث حالات: أولا النصف للواحدة إذا لم يكن معها ابن للمتوفى يعصبها، ثانيا الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن للمتوفى يعصبهن، ثالثا الإرث بالتعصيب إذا وجد ابن ذكر للمتوفى مع البنت أو البنتين أو البنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ميراث بنت الابن: بنت الابن وبنت ابن الابن مهما نزل لها ست حالات، هي أولا النصف إذا انفردت فلم يكن معها بنت للمتوفى ولا بنت ابن أعلى منها ولم يوجد لها معصب يعصبها، ثانيا الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن هناك بنت للمتوفى من الصلب ولم يكن معهن معصب، ثالثا الإرث بالتعصيب إذا كان مع بنت الابن معصب في درجتها أو في درجة أقل منها وكانت لا ترث إلا به، رابعا السدس تكملة للثلثين إذا كان معها بنت للمتوفى من الصلب وليس مع بنت الابن عاصب يعصبها ولا عاصب أعلى منها يحجبها، وهذا السدس يعطى لبنت الابن أو لبنات الابن فيقسم بالتساوي بينهن، خامسا تسقط بنت الابن بوجود ابنتين فأكثر للمتوفى إلا إذا كان مع بنت الابن أو بنات الابن معصب في درجتها أو أنزل منها، سادسا تسقط بالابن واحدا أو أكثر سواء كان معها عاصب أو لم يكن. ومن هنا يتبين أن بنت الابن قد تحرم من الميراث كما اتضح من الحالتين الخامسة والسادسة. وقد عالج قانون الوصية الواجبة الذي صدر في سنة 1946 هاتين الحالتين، كما عالج حالة ابن الابن الذي توفي أبوه قبل جده مع وجود أعمام له، وسنتحدث عن الوصية الواجبة فيما بعد. ميراث الأخت الشقيقة: للأخت الشقيقة خمس حالات، هي أولا النصف إذا كانت واحدة وليس معها أخ شقيق يعصبها، ثانيا الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن هناك أخ شقيق، ثالثا التعصيب بأخ شقيق أو إخوة أشقاء وحينئذ يرث هؤلاء الإخوة جميع التركة بعد أصحاب الفروض ويقسم ما ورثوه للذكر مثل حظ الأنثيين، رابعا الإرث بالعصوبة مع البنت أو بنت الابن على ما شرحناه سابقا تحت عنوان الأنثى تصبح عصبة، خامسا تسقط الأخت واحدة أو أكثر معها أخ أو ليس معها أخ بوجود الابن وابن الابن وإن نزل وبالأب، ولا تسقط بالجد وللأخوات مع الجد حديث سيأتي بعد قليل. ميراث الأخت لأب: إذا لم يوجد للمتوفى أشقاء من الذكور والإناث فإن الحالات الخمس السابقة تطبق على الإخوة والأخوات لأب، وهناك حالتان عند وجود أخوات شقيقات مع أخوات لأب، وهاتان الحالتان هما سادسا أخت أو أخوات لأب بدون معصب مع وجود أخت شقيقة واحدة فيكون للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين، سابعا تحجب الأخت لأب والأخوات لأب عند وجود شقيقتين إلا إذا كان هناك معصب. ميراث الإخوة لأم: أحوال الإخوة لأم ثلاثة، أولا يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، ويحجبون كذلك بالأب والجد الصحيح لأنهم لا يرثون إلا في حال الكلالة أي عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل المذكر، ثانيا السدس للواحد ذكرا أو أنثى، ثالثا الثلث لأكثر من واحد ويقسم بالتساوي بين الذكور والإناث. المسألة المشتركة أو الحجرية: في بعض الحالات بناء على ما سبق يرث الإخوة لأم ولا يبقى شيء من الميراث للإخوة الأشقاء العصبة، وذلك كما لو ماتت زوجة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث، فهنا لم يبقى شيء للأخ الشقيق، فأفتى الصحابة بأن الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء يقاسمون الإخوة لأم بالتساوي ذكورا وإناثا على اعتبار إسقاط أب الإخوة الأشقاء واعتباره كما قالوا حجرا يلقى في اليم، والاكتفاء بأنهم إخوة المتوفات للأم كالأخوين اللذين هما أخوان للأم فقط، فيصبح التقسيم هكذا: للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة الثلاثة جميعا الثلث يقسم بالتساوي. ميراث الجد: الجد الصحيح هو الذي يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما جميعا،
ومعنى الجد الصحيح أي الجد الذي لا تدخل في نسبته للميت أم. أما الذي تدخل في نسبته للميت أم كأبي الأم فهو جد غير صحيح، وهو من ذوي الأرحام. والجد الصحيح إذا لم يكن معه أب ولا إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب، فإنه يرث مثل الأب في حالاته الثلاث السابقة، وهي: أولا يرث السدس فرضا إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر، ثانيا يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، ثالثا يرث بالتعصيب المحض إذا لم يكن للميت فرع وارث أصلا. الجد مع الإخوة. أما إذا كان مع الجد إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب، فإنه يكون له معهم حالتان: الأولى أن يقاسمهم كأخ حتى لو كانوا إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث، فيأخذ مثل نصيب الذكر وضعف نصيب الأنثى. الثانية أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات يرثن بالفرض لا بالتعصيب، أي لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث، على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس، ويعتبر صاحب فرض فيعطى السدس فرضا ولو عالت المسألة، ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة أو الأخوات لأب. ميراث الجدة. التي ترث من الجدات هي الجدة الصحيحة، أي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح، بأن لم يدخل في نسبتها للميت جد أصلا أو دخل في نسبتها للميت جد صحيح، وعرفها القانون بأنها أم أحد الأبوين أو أم الجد الصحيح أو الجدة الصحيحة وإن علت. ويترث السدس فرضا إذا كانت واحدة، ويقسم السدس بالتساوي بينهن إذا تعدد هذا، وتحجب الجدة الصحيحة بالأم سواء كانت جدة لأم أو لأب، وتحجب الجدة لأب بوجود الأب إذا أدلت به، وكذلك تحجب بالجد إذا أدلت به، أي كانت تتصل بالميت عن طريقه أو بواسطته. والجدة لأم ترث السدس مع وجود الأب إذا لم تكن هناك أم. والجدة القريبة تحجب الجدة الأبعد حتى لو كانت الجدة القريبة محجوبة كأم الأب المحجوبة بالأب إذا وجدت مع أم الأم، فإنها تحجبها عن الميراث. وذلك مثل الأخوات مع الأب والأم، فإنهن يحجبن الأم عن الثلث إلى السدس مع كونهن محجوبات بالأب. الوصية الواجبة. أحيانا يوجد أولاد يموت أحد أبويهم أو يموت الأبوان معا في حياة جد الأولاد أو جدتهم، ويحرم الأطفال من ميراث الجد أو الجدة، لأنهم يحجبون بأعمامهم أو بأخوالهم، وينشأون فقراء بالنسبة لأولاد عمهم أو أولاد أخوالهم. وقد كان الجد غالبا يوصي لأولاد ابنه المتوفى أو أولاد ابنته المتوفاة بنصيبهم من التركة، وقد يغفل عن ذلك. لهذا رأى ولي الأمر في مصر أن يجعل ذلك وصية واجبة أو قانونية سواء أوصى بها الجد أو لم يوصي بها، فصدر القانون رقم 71 لسنة 1946 يقرر أن الولد الذي يموت أبوه أو أمه في حياة أحد أبويه تكون له وصية واجبة في تركة الجد أو الجدة بمقدار نصيب أبيه أو أمه، ويشترط أن لا يزيد هذا النصيب عن الثلث. وقد اشترط القانون لذلك شروطا، هي: أولا أن يكون الفرع الذي توفي أحد أبويه في حياة الموصي لا يستحق ميراثا قط، فإذا كان يستحق ميراثا ولو ضئيلا بسبب من الأسباب فلا تكون هناك وصية واجبة. ثانيا أن لا يكون المورث قد تبرع لهذا الفرع بما يساوي الوصية الواجبة أو ما يزيد عنها، فإذا كان قد تبرع بذلك فإنه لا تلزم لهم وصية، وإن كان قد تبرع بأقل من حقهم فإنهم يستحقون الفرق. ثالثا أن يكون ذلك الفرع المستحق للوصية الواجبة من أولاد الذكور مهما نزلوا، أو من الطبقة الأولى من أولاد البنات الصلبيات أي المباشرات، وعلى هذا فابن البنت يستحق وصية واجبة، أما ابن بنت البنت وبنت ابن البنت فلا يستحقان لأنهما من الطبقة الثانية العول. قد تزيد سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة، كما إذا كان الورثة زوجا وشقيقتين فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان، والنصف والثلثان أكثر من واحد صحيح، وهنا يجيء العول أي الزيادة في عدد السهام والنقصان في مقدار كل سهم. ففي الحالة السابقة يأخذ الزوج ثلاثة أسباع وتأخذ الشقيقتان أربعة أسباع.
الرد على أصحاب الفروض، الرد ضد العول، فهو نقص في عدد السهام وزيادة في مقدار كل سهم، فإذا لم تستوعب السهام التركة ولم يكن هناك عاصب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم إلا على الزوجين، فإذا كان الورثة بنت وأم فقط فللبنت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، فتصبح التركة أرباع، ثلاثة أرباع للبنت وربع للأم. ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في نظام الميراث هم أقرباء المتوفى الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وهؤلاء يرثون إذا لم يكن للميت ورثة من أصحاب الفروض أو من العصبات. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: الخال وارث من لا وارث له. وذوي الأرحام أصناف هي: أولا من ينتمي للميت من فروعه غير الوارثين كابن بنت البنت وبنت ابن البنت. ثانيا من ينتمي للميت من أصوله كالجد غير الصحيح والجدة غير الصحيحة. ثالثا من ينتمي إلى أبوي الميت من فروعهما كبنات الإخوة وأولاد الأخوات. رابعا من ينتمي إلى جدي الميت فهم أعمام الميت لهم وإن علوا وأخواله وخالاته وأبناء هؤلاء. ويلاحظ في توريث ذوي الأرحام ما يلي: أولا كل طبقة من هذه الطبقات الأربع السابقة تقدم على الطبقة اللاحقة. ثانيا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ثالثا في داخل الطبقة الواحدة يلاحظ أن قريب الدرجة يحجب البعيد عنها. رابعا يقدم الأقوى قرابة أي بنات الأخ الشقيق مثلا على بنات الأخ لأب وهكذا. الحمل. يوقف للحمل من الميراث أحسن النصيبين على فرض كونه ذكرا أو أنثى، وبما أنه من شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، لذلك لابد أن يكون الحمل موجودا في بطن أمه عند موت مورثه، وقد حدد القانون 365 يوما أي سنة كاملة لذلك. إذا كان الحمل من المورث فإذا ولدت الزوجة أو المعتدة طفلا خلال هذه المدة من تاريخ الوفاة أو الفرقة فإنه يرث، أما إذا زادت المدة عن ذلك فإنه لا يرث لعدم تحقق شرط وجوده وقت الوفاة. أما إذا كان الحمل من غير المورث كأن يتوفى شخص عن زوجة أبيه الحامل أو زوجة أخيه، فإن كانت الزوجية قائمة بين الحامل وزوجها عند وفاة المورث فإن الحمل يرث إذا ولد في خلال 270 يوما أي 9 شهور من تاريخ وفاة المورث. أما إذا كانت الحامل معتدة من طلاق بائن أي أن الزوجية ليست قائمة فإن حملها يرث إذا جاءت به خلال سنة كاملة. ويشترط لميراث الحمل أن يولد كله حيا ولو مات بعد ذلك. وبعد الولادة واستحقاق الميراث تسوى حالة الحمل فيرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة. المفقود. المفقود هو الغائب الذي لا يعلم مكانه ولا يعلم إن كان حيا أو ميتا، وفي الميراث يختلف الحال بين أن يرث أو أن يورث على ما يأتي. ميراث الغير من المفقود. يعتبر المفقود حيا بالنسبة لماله أي لا يرثه أحد حتى يتبين أمره، ويحفظ له حقه في ميراث مورث له حتى يتبين أمره كذلك، فإن ظهر موته بناء على بينة شرعية اعتبر ميتا من تاريخ هذه البينة فيرثه من ورثته من كان حيا في ذلك الوقت، وأما من مات قبل ذلك فلا يرث ويوزع ما احتفظ له به بناء على ذلك. أما إذا لم تظهر بينة وصدر حكم القاضي بموته بعد البحث والتحري والاجتهاد فإنه يعتبر ميتا من وقت الحكم، فيرثه من يكون موجودا عند حكم القاضي دون من مات قبل ذلك، فإن ظهر حيا بعد ذلك استرد ما بقي من التركة بيد من ورثوه. وأما المال الذي تصرف فيه الورثة فلا يسترد لأنهم تصرفوا بناء على حكم القضاء. ميراث المفقود من غيره. المفقود لا يرث من غيره لعدم تحقق شرط الإرث فيه، وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، ولكن للاحتياط يوقف نصيبه حتى تظهر بينة أو يصدر حكم بشأنه، فإذا ثبتت وفاته ببينة أو أوراق رسمية فإن تاريخ هذه البينة هو المعتمد، فيرث ممن مات قبل هذا التاريخ ويعطى نصيبه لورثته الموجودين وقت موته الثابت بالبينة.
وإن حكم القاضي بوفاته بناء على الاجتهاد فإنه لا يرث أي شخص مات بعد فقده لعدم تحقق حياته. وهكذا فإنه إذا حدد القاضي تاريخا لوفاة المفقود بناء على بينة كان هذا التاريخ هو المعتمد بالنسبة لميراث المفقود من غيره أو ميراث غيره منه. أما إذا حكم القاضي بوفاة المفقود بناء على الاجتهاد فإنه يعتبر ميتا من تاريخ فقده بالنسبة لميراثه من غيره لعدم تحقق حياته عند وفاة ذلك الغير، ويعتبر ميتا من تاريخ الحكم بالنسبة لميراث غيره منه. والأسير حكمه حكم المفقود. ميراث الخنثى: إذا كان هناك جانب ترجيح في الخنثى التبع ذكورة أو أنثى، وإذا لم يكن هناك جانب ترجيح أعطي أقل النصيبين. الغرقى والحرقى: إذا مات جماعة بينهم توارث في حادث ولم يعلم أيهم مات أولا فإنه لا يحدث توارث فيما بينهم، وكل منهم يرثه ورثته الآخرون. التخارج من التركة: قد يدفع شخص من الورثة لشخص آخر منهم مبلغا من المال أو عقارا نظير نصيبه من الميراث، وحينئذ يحل الدافع محل هذا الشخص فيأخذ نصيبه، وقد يقبل الورثة أن يعطوا واحدا منهم أو أكثر من واحد جزءا من التركة، ويخرج من أخذ من المقاسمة، والباقي يقسم بين الباقين بنسبة أنصبائهم، ويسمى هذا بالتخارج. هذا وتطبيق هذه الأنصبة سهل على من عنده في هذا الموضوع نظر وبصيرة، والله الموفق. انتهى كتاب الميراث في الشريعة الإسلامية دراسة شاملة، تأليف الدكتور أحمد شلبي، قرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.